اخر باساج عملته اللي جاب لك برشا كلام كان مع فكره سامي. نادم عليه الباساج هذاك؟ لا مانيش نادم عليه. ماكش نادمه؟ ايه؟ راضيه باللي عملته؟ كي تفرجت من بعد شنو اللي عملته؟ انت كي تفرجت شنو وريت؟ انا مش راهي باش مش انا نعطيك. لا خاطر يقول لك اللي عملته شنو اللي عملته؟ مشيت هو الكونسيبت نتاعو شنو هو؟ باش تجي تضحك تغني شويه فما العاب نلعبوها ترى شنو؟ نحب نوضح للناس اللي هذيك التصويره اللي هبطت ماشي في مخهم البيرو نتاع سامي الفهري. هذيك ماهوش البيرو راه نتاع سامي الفهري. انا والحاجه لابسه كومبين ما نجمش نطلع ديجا على البيرو. معناها البيرو عالي ما نجمش نحط ساقي. هذيك الشسمه اللي يخرج منها واحد يفجعك. الوحده هذيك صندوق. صندوق. انا مفضلك على زياد المكي في الـ في الـ في, الـ في الكواليس. حب ديما يطلع معايا قلت له الاسئله الكل والحكايات الكل احكيهم. فكطايف اللي نعمله ماك تعرف انت قبل ما نسجله نعمله شويه بروفه مع الاولاد والكل فهمت الفرقه والكل. قلت له على الاقل نخرج لك من غادي. طلعت قلت والله تخرج منا يعني حتى العباد كي تفرجوا في الباساج ما فماش درك في التصويره معناها ما هوش في الباساج معناها نفضلك. ما نعرفش نجم انت تو تقول انا نعديو الاخبار نجي انا نفضلك تجيت هبطوا تصويره فهمت ماهيش اما الباقي عادي معناها كيما مستانسه معناها نفضلك معاهم. التصويره كي هبطت ما في بالكش بها يعني من الكوليس؟ اي ليه ما هبط كيفكم ريتا تصدمت كي ريتا وشفت رده الفعل تاع التوانسه تقريبا جمعه كامله وقتها الكلام كان على التصويره هذيك. صحيح تصدمت. اي تصدمت بيان سور ما جاش البالي التصويره اصلا انا صوروني وانا غادي.